Alors de droite, c'est Mohamed Chirkaoui. J'ai eu le plaisir de le rencontrer quand j'étais jeune. مدام أسماء أبو مديرة مجلس جهوي السياحة بأكادير سوس مسا، كنت واجدو اليوم في فندق بيتش كلوب أكادير اللي هي معلمة تاريخية في السياحة ديال المدينة ديال أكادير. وحنا اليوم في الاجتماع ديال البريزونطاسيون ديال لي غيليزاسيون دو سيرتي ديال أكادير سوس مسا في هاد لي تخوا ديرنييغ زاني. اللي كنقدروا نشيروا فيه بانه كانت الجائحه 2019 كانت اون ريفيرونس، يعني السياحه كانت تبارك الله في الاحصائيات عام جميل جدا بالنسبه للسياحه، ولكن في 2020 21 عرفنا شنو كان الواقع. ولكن نفس كاين الجائحه، مي في نفس الوقت خدمنا في لي زاكسيون ديال ديجيتال اللي هي كانت خطه عمل اللي كنا سنينا مع مجلس جهه سوس مسا ومجلس جماعه اكادير والمكتب الوطني للسياحه. وهاد لي زاكسيون هادو كانوا دي زاكسيون ديجيتال، يعني فحيت ما كانش يمكن الواحد يخرج من المغرب والمعارض ما كاينينش. ممكن كيف ما شفتوا هاد الصباح هذا في هاد الاجتماع اللي هو قدام الناس ديال مدينه اكادير، كاين لو نوفو بلاتفورم لا نوفيل لو نوفو بورتاي بروموسيونيل ديال فيزيت اكادير.com دونك تدار لا روفونت ديالو، لا استراتيجي دو كومونيكاسيون ديال لي 3 بروشين زاني ديال مدينه اكادير وجهه سوس مسا. كاين لو سيستيم دانفورماسيون تورستيك اللي هو فيه دي زانفورماسيون على السياحه في الجهه كلها، الفرنسيه والعربيه الانجليزيه الاسبانيوليه والالمانيه. هاد اي معلومات سياحيه كتقدر تلقاها، وحنا درناها لمن باش انه ياخذوا منها المعلومات لي توبيراتور لي اجونس دو فواياج، طالب في المدرسه ولا طالب في اليونيفرسيتي، لي بروفيسور يونيفرسيتير الصحفيين، يعني اي واحد يقدر يلقى هذه المعلومات في اللغه اللي بغى. كاين اوسي واحد ان سيت ويب اللي فيه صور جميله جدا على الاكادير وعلى الجهه ديال سوس مسا لي بروفانس كلهم. هو في احنا اللي كنا كنعرفوا بالطريقه الكلاسيكيه في الاول، شنايا كتبغي كتقول لنا عافاك عطيني شي تصويره كنصيفطها لك اما في درايف ولا نصيفطها لك في الايميل. لا، دابا انا نعطيك الكود والمود باس ديال لو سيت، كتدخل وتتيليشارجي لا ريزوليسيون اللي بغيتي ديال اي تصويره اللي بغيتي، وفيهم دي سيكونس دو فيديو صغار وسي اللي كتقدر تاخذها وتقدر دير الفيلم اللي بغيتي انت حسب على شنو لي بيزوان ديالك. دونك هادو دي زاكسيون اللي حنا تجنا فيهم ديريكتومون ديال لي زاكسيون ديجيتال. كاينه لا كومباني ديجيتال وسي اللي كانت دارت في لي ريزو سوسيو، كاين لي كومباني توريزم ناسيونال اللي كنا درنا ديال السياحه ديال المغرب، السياحه الداخليه باش حنا نجلبوا المغاربه ديالنا اللي في المدن الاخرى باش يجوا لمدينه اكادير. وكاينين دي ريزولتا، يعني ملي كيدار سين كومبان لو ريزولتا شكون اللي كيعطيها لينا؟ كيعطينا الجوجل اناليتيك ديال لو سيستيم الويب، يعني ما تقدرش تغش فيها، يعني لو ريزولتا كاين. هاد لي سيستيم دانفورماسيون هاد الشيء كلشي اللي درنا هو درناه باش حنا نعطيوه غراتويتمون لي تور اوبيراتور لي اجونس دو فواياج وكالات الاسفار. اي واحد بغى هاد يعني هاد لاكي اللي دار في هاد لي دو ديرني زان غادي ياخذوا من عندنا يسوفي يجي عندنا المجلس الجهوي للسياحه. سورتو كو احنا درنا جرد وعرض ديال لي فيديو تيماتيك بلو درون، يعني كاينين دي يعني بحال قلتي لو كونتوني جديد دابا على الجهه كلها وعلى لي بروفانس كلها، وكما شفتوا راه كنتو حاضرين اللي هي جميله جدا. وكاينين حنا دي بروفيسيونيل دو توريزم هنا اللي حاضرين معنا وبغاوهم، يعني ما كاين حتى شي مشكل، حنا غنعطيهم لان حنا درناهم ليهم باش يخدموا بهم دي زاكسيون بوست كوفيد ترويجيه للجهه والاكادير مع هاد من بعد الجائحه. ونتمنوا ان شاء الله انه لي بيرسبكتيف ديال السياحه ولو ديفلوبمون ديال السياحه نقدروا نوصلوا لا ريفيرونس لاني هي ديال 2019، اللي نتمنوا ان شاء الله باش انه السياحه تسترجع اش غنقول لك الانتعاش ديالها كيف ما كانت من بعد. ونتمنوا التوفيق للجهه ديالنا واكادير سوس مسا، وشكرا لكم انتم اللي كتواكبونا وكتبعوا اي حاجه اللي هي راه لا بروموسيون ديال كاع تسكو سوفي في المدينه راه من عندكم انتم الصحفيين، وكنشكركم بزاف. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.